الإخوة والأخوات، كغيري من الجزائريين مهتم بما يجري في الجزائر وما جرى فيها من أحداث جسام. هذه المرة حبيت باش نتحدث حول المقتل تاع بوضياف ولكن بشكل مختلف، بحيث هو أنه درت يعني دراسة فيما يتعلق بالسمعي البصري وقريت العملية تاع المونتاج. اكتشفت من خلال التسجيل اللي تمت الإذاعة تاعه حول مقتل بوضياف، من أنه هذا التسجيل اللي بثوه في قنوات كثيرة، هذا التسجيل مفبرك ومركب، ونخليكم يعني تشوفوا على المباشر كيف ما راني ندير الآن باش تعرفوا. ربما كان فيه بعض الإخوة اللي ما يعرفوش هذه العملية نتاع المونتاج، ما يفهموش هذه المسائل. شوفوا الآن نمشي لكم الشريط باش تفهموا باللي الشريط هذا راه مركب، استخدمت عدة كاميرات من أماكن مختلفة، ونشوفوا الشريط الحقيقي نتاع محمد بوضياف لما كان يخطب في القاعة نتاع النابا. ومن أنه الشخص الأول اللي بينوه في الكاميرا اللي هو أصلع ودير نظارات، واعتقد هو أنه سهره، بينما الشخص اللي كان معاه في القاعة خاطي، شخص ثاني ملتحي وعنده شعر في رأسه. نخليكم تشوفوا الشريط. شوفوا الآن نمشيوا الشريط. شوفوا الآن نشوفوا محمد بوضياف، هذه في آخر نظرة نتاعه، وين أنه تم الرمي عليه. هذه في جوان 92 لما كان في القاعة يخطب في عنابة، راكم تشوفوا في الصورة. شوفوا لهنا، نوقفوا الكاميرا. شوف هنا كان يخطب، بمعنى أنه الكاميرا كانت مقابلته. شوفوا الآن لما هذه هنا استخدمت كاميرا ثانية، وشوفوا دايرين الراكور، شوفوا حتى النظرة، يعني باش الخطر كاين هناك صلة بين الصورة الأولى والثانية، حتى باش يقنعوكم باللي ما كان والو. شوف هنا، شوفوا كيفاش راه يشوف. من بعد مباشرة شوف يبينوا لكم ان بلان ثاني، وان انه الناس يشوفوا فيه، يعني كاميرا مقابلة، الكاميرا الأولى متجهة لبوضياف، الكاميرا الثانية مقابلة للناس اللي يشوفوا فيه. شوفوا نزيدوا نكملوا، هنا استخدم ان بلان واحد اخر، وان انه يبينوا في الجهة اللي ضربت بالرصاص ولا ضربت بالقنبلة. شوفوا هنا، ولأنه الكاميرا تمشي نورمال كلش يعني بالتدقيق، يعني كل شيء محكم. شوف هنا استخدمت كاميرا أخرى بحيث هو أنه تصور. شوفوا نعود نرجع لكم اللقطة. هنا خلاص محمد بوضياف راهو ديجا خلاص ضربوه وقتلوه، وهنا استخدمت كاميرا أخرى، هذه هو بعد ما نقلوه هزوه المنصة وأنه ضربوه بالرصاص، وهنا راه خلاص جابوا ديجا الاخر السرير هاكم تشوفوا فيه. شوفوا نعاود نرجع لكم هنا وين انه يضرب. هنا شوفوا هنا وين نستخدم نتاع الرصاص، هنا وهنا هو ذاك زعما شغل المبرحبو معرفي وراء الستار. شوفوا ومن بعد مباشره ان بلان واحد اخر، وين انه يبين محمد بوضياف راه موجود في فوق السرير، يعني راهو ممدود فوق السرير. هنا خلاص كانوا مخرجين، بمعنى انه كاين هناك فارق نتاع زمن بين الاماكن اللي مشات في لحظات، يعني لحظات تشوفوا من خلال التركيب لحظات. هاكم تشوفوا لهنا يبينوا في شخص اصلع، دوك نشوفوه بالكاميرا، ها هو اصلع ما عندوش اللحيه، وهذا الكرسي نتاع محمد بوضياف. شوفوا مليح، ها هو الكرسي نتاع محمد بوضياف، وها هو الشخص اصلع وبالنظارات. شوفوا أصلع وبالنظارات، أعتقد هذا نسيبه. شوفوا الآن الشريط الأول لهذا، فيه كان محمد بوضياف هو اللي يخطب وهنا اللي قتلوه في نفس القاعة. شوفوا الشخص هذا باللحية، وشوفوا عنده شعر. شوفوا نعود نرجع لكم الكاميرا نتاع الشريط المفبرك المركب، ها هو الشخص، ها هو المكان نتاع محمد بوضياف، وأنه الشخص داير النظارات، ها هو مستخدم النظارات وأصلع، بينما في المقطع الاصلي نتاع واسمه وين انه كان يخطب محمد بوضياف، تشوفوا الراجل ملتحي وبشعر تاعو، باش تعرفوا من انه المساله يعني 4000 مليون في الساعه من انها مخططه ومدبره، وقاموا بدور فيه ناس يعني اعلاميين في التلفزه الجزائريه مع الاسف الشديد، اللي من المفترض هو انها تنور الراي العام. هاكم تشوفوا كيفاش. هذا الشريط المهم بطبيعة الحال، هذا راني قدمته لكم
يعني كأضعف الإيمان، ونطلب من إخوة الجزائريين والجزائريات وأنه ينشروا هذا الشريط حتى باش توصل الرسالة لأكبر عدد من الجزائريين والجزائريات. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.